كان مريضا واشتد به المرض إلى أن أدخل أحد المستشفيات، وقرر الأطباء بتر ساقيه من فوق الركبة، وفعلا قطعت ساقاه وهو الآن بصحة جيدة، ولكنه يسأل بالنسبة للصلاة، فهو لا يصلي إلا في البيت دائما، وحتى صلاة الجمعة لا يصليها في المسجد بل في البيت، فهل عليه إثم في ذلك أم أنه معذور شرعا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من المعلوم وجوب صلاة الجماعة والجمعة على المسلم القادر الذي لا يمنعه عذر شرعي من حضورهما. أما بالنسبة للمعذور شرعا، فإن الله سبحانه وتعالى رخص له أن يصلي في بيته. والسائل يذكر أنه قد بترت رجلاه وصار مقعدا لا يستطيع المشي، فهذا معذور له أن يصلي في بيته ويعذر في ترك الجماعة والجمعة، وإن أمكن أن يحمل ويحضر ما لا يشق عليه من الصلوات في المسجد فذلك شيء طيب ويستفيد زيادة أجر وخير. أما إذا كان لا يتمكن من الحضور ولا هناك وسيلة يستطيع بها أن ينقل إلى المسجد فهذا معذور وعذره واضح في هذا، وإذا حافظ على الصلوات في أوقاتها فنرجو له المثوبة والقبول. وإذا كان عنده أن يصلي معه في البيت جماعة، مثلا لو قدر أن أحدا له عذر شرعي مثله فاجتمع وصلي جميعا فهذا يحصل به المقصود من الجماعة. أما غير المعذور فإنه يتعين عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه. نعم. لو فرضنا أنه هناك من يستطيع إيصاله إلى المسجد بوسيلة نقل كالسيارة مثلا، هل يكون عليه إلزاما الحضور في المسجد؟ إذا أمكن هذا هو أحسن، والحرص على ذلك أحسن مهما أمكن، إنما ليس على وجه التكليف. ما أرى أنه يعني يتعين عليه تعين، لكن إذا حصل هذا نعم فهو أحسن. صلاته بقية الأوقات في بيته مع أهل بيته كزوجته مثلا وبناته، له ذلك أيضا وله أجر الجماعة؟ لا مانع من ذلك، لكن يكون هو إمام يكون هو الإمام. نعم. لكن هو لا يتمكن من القيام في الصلاة، وهو ليس مثلا إمام الحي أو إمام المسجد حتى يقال أنهم يصلون خلفه جلوسا. نعم. فما لا يناسب أن يصلي معه من ليس حالته كحالته. من الأفضل أن يصلي منفردا. يصلي، نعم يصلي لوحده. بارك الله فيك.